السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كما كتشوفوا الدرس راه متوفر بالعربيه والفرنسيه في جميع الدروس اللي ندير في القناه. دونك هذيك هو توفيق بالعياشي، معكم توفيق بالعياشي، واليوم غنبداو الدروس الخاصه بكونديد، كتهم اصحاب البكالوريا الحره في المغرب باكليب، وبطبيعه الحال شي تلامذ في دول اخرى بحال فرنسا وبحال فايضا عندهم كونديد. دونك غادي نشوفوا جوج ديال الحويجات اليوم. غنشوفوا لو كونت هيستوريك، او جو ميكسكوز، لو كونت فيلوزوفيك، داكور، نشوفوا الخصائص ديال لو كونت فيلوزوفيك. بون، اللي بغيت نشير ليه هو اننا غنشوفوا الخصائص دابا نظريا ديال لو كونت فيلوزوفيك، وتنكملوا لاناليز ديال كونديد، وغنعاودوا نرجعوا نشوفوا شنو هي الخصائص اللي خلاتنا نقولوا بان كونديد ات ان كونت، وشنو هي الخصائص اللي خلات هذا لو كونت يكون فيلوزوفيك. داكوغ، ارتأيت من الافضل حتى بالتجريب دابا الى من الاول قبل ما نديروا الدراسه ديال كونديد بدينا كنقولوا كونديد راه كونت فيلوزوفيك لحقيت شي حقيت، دونك ما كيكونش هذاك الشيء واضح. ولكن ملي كدير الدراسه ديال لو كونت كتكملوا كتكون جمعات لك عده اشياء اللي كتساعدك باش تفهم مزيان علاش هو ان كونت فيلوزوفيك. ثم غنشوفوا لو شابيتر بروميير، شابيتر نيميرو 1، داكوغ، غنشوفوا الريزومي ديالو وغنشوفوا لاناليز ديالو. بون، لو كونت، ان كونت كيتميز دائما بانه لو كادر سباسيو تومبوريل ديالو، الزمان والمكان فيه ما كيكونوش محددين، اي نو سون با بريسيزي، اي نو سون با سيتوي، داكوغ، كتلقى كان يا ما كان في قديم الزمان، إلا تات اون فوا، إذا غير محدد في الزمان، في الماضي وصافي، كتلقى جاديس، يعني سابقا أو في الماضي، دونك وكتلقى دون زان بيي لوانتان، ولا دون زين كونتخي لوانتان، ولا ياك في واحد البلد بعيد، ولا دونك فبالتالي هذه الخاصية الأولى ديال لو كونت، الزمان والمكان، لو كونت الإشارة هو الحكاية والحجاية بالدارجة. دونك الخاصية الثانية، لي بيرسوناج في لو كونت كيكونوا ريدوي او مينيموم، يعني ماشي كنوصف واحد الوصف معمق، كنقول كان واحد الفتى قوي وشجاع، داكوغ، دونك صافي هادشي اللي كنعطو عليهم كنبقاو نوصفوه جسديا كي داير، ولا نبقاو نوصفو الصفات المعنوية ديالو، الروحية ديالو، الخلقية ديالو، نو، دونك كنعطو عليه لو ستريكت مينيموم، ياك. voir، هاد voir راه سي با لو فيرب voir، داكوغ، بل كيعني بل يمكن ان نقول ايضا، هذا هو المعنى ديال هاد voir، ان سول تخي دو كاركتير، في الغالب كتلقى واحد الخاصية معينة من الخلق ديالو، ومن في الغالب كتلقى اما الشجاعة اما الجمال يا اما، داكوغ. دوك الخاصية الثالثة، لو بيرسوناج برانسيبال باغ اون كيت، لا كيت هو واحد السفر اللي كيبحث فيه على شي حاجه، ففي لي كونت كتلقاه اما كيبحث على شي زهره باش غيداوي شي واحد، ولا كيبحث على شي اداه سحريه باش غيتغلب على شي حاجه، ولا داكوغ. دونك إلا تيدي باغ ان اوكسيليار ماجيك، هاد الشخصية في الغالب كتلقى يا إما شي عصا شي سحرية، ولا شي داكوغ شي حاجة هكا سحرية اللي كتعاونو، لوكسيليير هو المساعد. اوكسيليير، كلمة اوكسيليير كتعني جوج ديال الحوايج، كتعني أداة وكتعني مساعد، والمعنيين بجوج صحاح، إذا أداة مساعدة كتساعدو في تحقيق الهدف ديالو. لا فان اي جينيرالمون اوغوز، إذا في غالب الحجايات كينتهو ب وعاش في سعادة وهناء، داكوغ، غالبا كتكون النهاية سعيدة. وكيتضمن لو كونت غالبا كيتضمن اون مورال، كيتضمن واحد الحكمة، واحد الدرس اللي كنستافدوه، لأنه كانوا كيحكوه الجدات بالأساس، كيحكوه للدراري الصغار، وكيكون من وراء هاد لو كونت كيكون من وراء واحد الهدف اللي هكا بغينا نعطو درس لهذاك الطفل، داكوغ. دونك يمكن نزيدكم اون فونكسيون هنا اللي تاهي كتكون امبورطونت، هي ما يسمى بان فونكسيون سيكوريزونت. اذا كنلقاو
شي وحش ولا كنلقاو شي ساحره ولا شي ساحر ولا ولا، ولكن النهايه السعيده كتخلي داك الطفل كيحس بالاطمئنان، كيحس بان الشر راه دائما غادي نتغلبوا عليه وغيبقى الخير. دونك هذه الخصائص ديال لو كونت فيلوزوفيك، عندنا جوج نقط اساسيه كور. اذا النقطه الاولى الى ان فيزي ارغومونطاتيف، يعني عنده الهدف ديالو هو حجاجي، بغي يثبت واحد الراي معين ولا يفند واحد الراي معين بارطون دين ديسيبلين فيلوزوفيك. في الغالب كيكون صاحب هاد لا فيزات، صاحب هاد الحجاج كيكون منطلق واحد النظريه فلسفيه. ثم il présente une satire. La satire هو النقد السلبي. قال تبعتوا معايا الدروس ديال لا نوفيل رياليست، راه فيها ايضا لا ساتير، كنحاولوا ننتقدوا اون تيز و دان في دكور. دونك غنشوفوا التفصيل ديال هاد الحويجات ملي غندوزو نبداو التحليل. شابيتر 1 لو ريزومي. اذا شابيتر 1 بدا اولا بتقديم الزمان، بدا بتقديم الشخصيات مع واحد الاشاره بسيطه للزمان والمكان. ثم داز وعطانا بعض الاحداث اللي غتبدا بهم القصه. داكوغ دونك نميز جوج ديال الحويجات، عفاكم نميزو ان سيتياسيون انيسيال دا هاد الكلمة غطرح لينا مشكل في النطق ديالها. إذن هي في الأصل ديالها اللاتيني كتنطق إنكيبيت، وبالفرنسية كتنطق إنسيبيت، تلامد في المغرب، حنا في المغرب كنستعملو إنسيبيت تقريبا كلشي دون استثناء كنستعملو إنسيبيت. فرنسا كيستعملو بزاف إنكيبيت داكوغ. دونك فبالتالي عفاكم إلا لقيتي راه بجوج جوج الانواع ديال النطق بجوج صحاح، انسيبيت صحيحه وانكيبيت صحيحه داكوغ. دونك خصوصا ملي غندوز للدرس ديال الفرنسيه كيتصنتوا لي حتى التلاميذ من 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 فرنسا ومن دول اخرى، من الجزائر من تونس من، فهذوك التلاميذ غيحتاجوا لهاد لا غومارك. حنا في المغرب خصوصا دابا ملي كنفسروا بالعربيه في الغالب كيتصنتوا لي مغاربه. دونك ففي المغرب ما كيكونش عندنا مشكل، كيكون عندنا انسيبيت. دابا ندوزوا للمعنى، شنو هي لا سيتياسيون انيسيال؟ لا سيتياسيون انيسيال هي لو ديبي، جو ميكسكوز، لو ديبي دي هيك لو ديبي دي زيفن. في الفرنسية القاعدة إلى كانت عندنا واحد او اكسون وعندنا كونسون وحده ومتبوعه بان فوايل، القاعده هو لاكسون خصو يكون غراف، خصو يكون مقلوب، خصو يكون صاد لهاد الجهه الاخرى. داكوغ. دونك بالنسبه للايفينمون حسب لا غرامير لو غريفيس مقبولين بجوج. داكوغ، مقبوله ايفينمون مكتوبه هكا هي اللي كتستعمل بزاف، وحتى الا كتبتيها بلاكسون هكا مقلوب حتى هي صحيحه في الفرنسيه. وما الاصل هذه اضافه تزيدها لك، الاصل هو اللي كان عندك او اكسون وعندك كونسون وحده وعندك او ميي تابعها، هاد لو او كيكون غراف، كيكون صاد لهاد الجهه. بحال مثلا اللي قلتي وي، هذه فائده بالتجريب دوك الالف ياك. دونك اذا هنا لاحظتي كوغ، دونك هاد لو او كيكون هكا. اذا الا كتبتي هاد لو او هنا تا هو ايضا هكا، راه سي جوست. دونك اذا لا سيتياسيون انيسيال نرجعو هي لو ديبي دي زيفينمون، بدايه الاحداث. دونك راه كتبت لكم خطا دي زيفينمون كوغ. سمحوا لي بزاف داكوغ. إذا
La situation initiale, début des événements. D'accord? Bien. L'incipit ou l'incipit, début de la narration. Est-ce que nous faisons un peu de juge? La situation initiale, ياك لا سيتياسيون انيسيال هي اللي كتعطينا ممكن نصغر غير الخط دونك لا سيتياسيون انيسيال هي اللي كتعطينا مرحله ما قبل لا بيرتورباسيون المرحله اللي غتبدا فيها الاحداث دونك ولا دزنا دابا لانكيبيت ولا لانكيبيت ولا لانسيبيت كيعطينا بدايه الحكي ممكن تلقى قصه ما بادياش بدايه الاحداث نتوما دابا في بكالوريا يعني راه دوزتو لو ديرني جور دان كونداني لو ديرني جور دان كونداني بادي من اخر القصه غيبقى في الحبس هو خمسه د السيمانات اول شابيت غتلقى فيه راه في السيمانه الخامسه هلي يدوز الشابيت الثاني ويرجع السيمانه الاولى اذا هاد لو ديرني جور دان كونداني ما باديش بلا سيتياسيون انيسيال ما باديش بها واي بدايه ديال القصه كتسمى لانسي كيف ما كانت سواء كانت باديه بلا سياسي انيسيال ولا باديه من وسط الاحداث بما يسمى بان ميديا غي ولا غيس داكوغ دونك هادي الى بدات القصه من الوسط كنسموها سيت ان كومونسيمون ان ميديا غيس كتعني بالفرنسيه دون لو فو دو لاكسيون في قلب الاحداث بدينا في قلب الاحداث دابا الى بدات القصه باي بدايه بدات هذيك البدايه كنسموها لانسيب Bien, alors, rendez-vous d'abord le résumé que nous avons. Oui, je m'excuse, on va vous donner un qui fait que nous avons le chapitre 1, l'afkar qui nous le chapitre 1, et rendez-vous le tfsil. Et nous avons le résumé, nous avons la candeur. Candide, qui est un sadej, nous avons un balid, d'accord? Et donc, nous avons vu ce qui est le balade dans ce sens. La fausse noblesse. شنو هي لا نوبليس لي نوبل هما واحد الطبقه اجتماعيه كانت كتعيش واحد الوقت في فرنسا ياك الطبقه اللي كانوا فيها الاسياد فكانت طبقه الاسياد وكانت الطبقه الشعبيه طبقه ديال سموها بعض العباره ديال العبيد لانهم كانوا كيتعتبروا بحال العبيد دونك اذا غنشوفوا بان هنا ما عندناش اون فري نوبليس والنوبل هي كلمه كتعني نبيل راه طبقة النبلاء بالعربية كنقول لهم إلا قريتو في التاريخ كتقرا طبقة النبلاء إذا ونبيل راه عندها واحد المعنى ياك في اللغة فإذا هنا لا فوس نوبليس هاد النبلاء اللي عندنا في هاد القصة ماشي دو فغي نوبل وبالتالي حتى داك النوبل ديالهم الشهامة وكذا هادوك تما سون غومي اون كاسيون بيان لا باناليزاسيون باناليزي كيك شوز هي كتردها بسيطة حتى كتولي تافهة كاع بانال هي تافهة ياك دونك لا باناليزاسيون دو لا ريلاسيون كوز افي اذا ديما ملي كنديرو لارغيومونطاسيون كنقلبو على السبب والنتيجة كاع لي في هو لا كونسيكونس كاع هنا هاد العلاقة ما بين السبب والنتيجة غيشدها فولتير وغادي يردها تافهة باش ينتقدها بطبيعة الحال La banalisation de la raison d'être. La raison d'être, c'est que l'âge est un homme qui a créé Allah. Je vais vous dire que Voltaire, c'est un athée. D'accord? Donc, Voltaire, c'est un athée. Je vais vous accent E, un athée. هو اللي ما كيامنش بالله سبحانه وتعالى هو الملحد اذا عندنا هذاك القرن كيتسمى لو سيكل دي لوميير هاد لو سيكل دي لوميير جا في واحد المرحله اللي الناس ما بقاوش صبروا لديك العلاقه المشؤومه اللي كانت ما بين الكنيسه والملوك اذا الكنيسه كانت كتبرر الوجود ديال الملوك
كتقول للناس راه الدماء اللي كتجري في عروق هذوك الملوك راه دماء مقدسه، داكوغ، وبالتالي فيجب اطاعته ولا طاعتها. للاسف هادشي باقي عندنا في بلداننا حنا العربي. دوك بالنسبه للملوك كانوا طالقين الكنيسه اليد، والكنيسه كدير ما يسمى بصكوك الغفران، وكتياك كتمتص دماء الشعب. دوك اذا هاد الجوج كانوا متحدين باش كي يمتصوا دماء الشعب. ملي جاو فلاسفه ديال العصر اللي كيسموه قرن الانوار، داكوغ، السيكل دي لوميير، هو القرن الثامن عشر اللي غينتهي بالثوره الفرنسيه، داكوغ. دونك فملي جا هذا القرن المفكرين والكتاب وهذاك بداو كينتقدوا الكنيسه، وللاسف انتقادهم للكنيسه ما بقاوش متوسطين، نكروا الدين جمله وتفصيلا، ماشي نكروا داك الاستعمال السيء ديال الدين. وهما انتم اصحاب العربيه باش ملي نبدا كنتكلم ويبان بحال راه كنقدموا افكار ديال الكفر وكذا، فكتعرفوا بان اخوكم راه حتى هو مسلم ياك، ولكن ملي كنبداو نشرحوا افكار ديال واحد الكاتب راه كنشرحوا الافكار ديال هذاك الكاتب كيف ما هي، ما كنبقاوش ندخلوا باش نبدلوها، ولكن هذه سيتي ميز او بوان، داكوغ. هنا كنوضعوا النقط على الحروف. فاذا الكنيسه كانت كتقول للناس الكره الارض مسطحه ماشي كرويه، والشمس كتدور حولها. كانوا يقولوا للناس بان هذا الكون يلا تخلق هذه 6000 سنه، هذا هو المعنى ديال سيجور، سته ايام اللي كاينه في الانجيل. الناس اللي كيخالفوا هذا القول راه انتم عرفتوهم، كوبرنيك وغاليلي، ولا فيهم اللي تسجن وفيهم اللي تحرق وفيهم ياك، علاش؟ لانهم كيتهموهم بهذا، بهذا الكفر. كيقول لهم ودي واش الله سبحانه وتعالى كيقول بان الارض مسطحه وانت كتقول الارض كرويه الشكل، اذا انت كافر. دونك حنا كنعرفوا بانه هذاك الشيء ماشي قول ديال الله سبحانه وتعالى، هذاك قول تنسب الله سبحانه وتعالى. الانجيل تكتب ثلاثه القرون من وراء الوفاه ديال المسيح، واول لغه تكتب بها هو تكتب باللغه الاراميه، ما تكتبش باللغه الفرنسيه، ولا عاود الترجم اللاتينيه وعاد منها الترجم لهادو. فبحال اللي قلت لك دابا شدينا القران وترجمناه لشي لغه اخرى، واخا تعيا ما دير هذاك القران ما كيبقاش صحيح 100%، كيولي تاويلات. ثم هاد الانجيل هو ماشي قول ديال الله سبحانه وتعالى، ولا التوراة ماشي اقوال ديال الله سبحانه وتعالى، هما اقوال ديال العلماء اللي رافقوا سيدنا عيسى. داك الشيء كتلقى انجيل متى وانجيل يوحنا وانجيل دوك. فاذا هي اقوال منقوله بحال قلتي الحديث اللي عندنا حنا، ولكن حنا الحديث مشديناه بالسند، كنقولوا عن 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 وبحثوا في الناس حتى تاكدنا بان داك الحديث اللي تقال راه صحيح. دابا الانجيل تكتب ثلاثه القرون من وراء سيدنا عيسى، يعني كاين واحد الفرق ديال ثلاثه القرون ما بين سيدنا عيسى وما بين الاقوال الاولى اللي تنقلات عليه، فاذا ما كاينش داك السند المتصل اللي غيدير، فبالتالي وقعات التزويرات وبقات من بعد كتتابع. دونك فاذا هذا الكلام كله اللي قلنا اش بغينا نقولوا منه هو ان هذوك العلماء اللي كانوا يقراوا هاد الافكار اللي مغلوطه، هذوك العلماء عندهم المبررات ديالهم. كوغ حنا ما عندناش هذا المشكل، فالناس اللي منا حنا مشاو واش نقلوا هاد الافكار وبغوا يطبقوها على الاسلام، وبداو كيقول لك لا راه كاينه واحد العلاقه ديال الاتحاد ما بين الملوك والدين وكذا وهذا، هذيك العلاقه في الدين ديالنا ما صحيحاش، وهذيك العلاقه ما هي الا تزوير للدين، وهي ما هي الا ناس اللي جاوا وبداو كيأولوا القران والاحاديث تاويلات غير صحيحه باش يبرروا داكوغ ما لا يبرر. اوكي، فبالتالي عفاكم
ملي وضحنا هذا الامر رجع دابا الدرس ديالنا وغنمشوا. اذا لا باناليزاسيون دو لا ريزون دتر، الاشياء موجوده كيقولوا هما وكيقولوا حنا مخلوقه من اجل واحد السبب. غنشوفوا بان هذا السبب رجع حتى فيه في هاد النظريه اللي غينتقد فولتير وانجوليا. دونك لا غايري اي ليغوني داكوغ، دونك لا غايري راه هي ليغوني، هي السخريه داكوغ. غنشوفو السخريه وفي الحقيقه نزيدو عليها ضروري نزيدو على هاد الكلمه اساسيه داكوغ، هي لا ساتير. بيان الوغ لا ساتير هي نقد سلبي، ملي كتبين العيوب ديال شي حاجه راه كنقول كدير لها لا ساتير. لا غايغي ولا غوني راه حتى هي كتدخل في هذاك المجال داكوغ، واخا هي عندها اسلوب خاص ولكن حتى هي راه كتخدم لا ساتير باش تبين لينا العيوب ديال شي حاجه داكوغ. دونك ندوزو دابا لو ريزومي لاسباس طون. إذن أول حاجة غيقدمها لنا فولتير هو غيقدم لنا الزمان والمكان، هو في الزمن والمكان غيقول لنا بأن هذه القصة في لاويست فالي. شنو لاويست فالي؟ لاويست فالي منطقة كاينة في ألمانيا، منطقة حقيقية. إذن هذا نوع من الاختلاف ما بين الكوغ، ما بين هذه القصة وما بين لو كونت، ولكن الزمان غير محدد ما قالش لنا امتى. حتى البدايه واخا ماشي البدايه الكلاسيكيه ديال لو كونت كتشبه لها بزاف. الى تات اون فوا هنا قال لنا il y avait en Westphalie. اوكي فبالتالي ندوزو دابا الشخصيه، بدا كيقدم لنا من وراء الشخصيات. اذا اول شخصيه غيقدم لنا هي كونديد. اذا اول حاجه غنعرفوها على كونديد هو انه كي الظاهر ديالو كي الباطن ديالو. كتقدر تتفهم منها الصدق، ولكن اللي قصد منها الكاتب هنا هو داك الداخل الباطن ديالو خاوي، كاع داكشي اللي عنده لداخل راه باين عليه برا، ما عندوش شي عمق ديال الافكار اللي تا يتكلم و تيدير عاد تبان. لا قال لك داكشي اللي كيبان على فيزيونومي ديالو راه كيبان على داكوغ. اذا مدحوا لنا قال لنا راه عطاتو لا ناتور ولا لي بلي بو مورس، عطاتو الاخلاق الاجمل الاخلاق وكذا، ولكن ملي كيوصي ديطاي لنا هاد الاخلاق كنعرفوا بان داكشي اللي قال لنا في الحقيقه راه ماشي مقصدش به بان راه عطاتو هادوك، ولكن قصد به بانه راه غبي وبانه ساذج احسن من غبي هنا داكور. دونك ثم كنعرفوا بانه هاد كونديد حسب لي زونسيان فالي راه في الحقيقة ديالو عندو أصول نبيلة كوغ، ف الأم ديالو هي أخت لو بارون، لو بارون بحال غنشوفوه داكوغ، الأم ديالو هي أخت لو بارون، والأب ديالو هو واحد لو جونتيوم. إذا كلمة جونتيوم كانت كتقال للنبلاء كوغ، وغنشوفو من بعد فالعلاقة ما بين هاد الجوج، غنشوفو ديك لافوس نوبليس بتوسع نشوفو فيها علاقة بين هاد الجوج. المهم اللي كيهمنا حنا هو انه سي ان باطاغ، لو باطاغ هو الابن غير المعترف به من طرف ابيه كوغ. دونك اذا اللي ما اعترفش به الاب ديالو كنسموه ان باطاغ، اذا كونديد سي ان باطاغ. دونك اذا غتلاحظوا معايا عافاكم بان هاد الاصول النبيله ديالو وكونديدي راه خديناه على انه كيشير العموم الشعب اللي كان ساذج وكانوا كيضحكوا عليه لا الملوك ولا الكنيسه. الا خدينا كونديد بهذا المعنى وخدينا بان الاصول ديال النبيله غنفهموا بانه في الحقيقه راه النبلاء والشعب راه سي لا ميم شوز داكوغ. دونك راه ما كيتشابهوا. كما قلنا دابا ردزنا لو ريزومي مع التحليل.
بدينا بلو ريزومي ولا بدا ما يدوز فيه شويه ديال التحليل وندوزو للتحليل من بعد بالتوسع. دونك لو بارون اي لا بارون. اذا اول حاجه كنعرفوا على لو بارون هو انه عزيز عليه قال لي مونسيور وراه هو لو بلو بويسون في المنطقه ديال لا ويستفالي. داكو بيان. اذا في لسباس كنعرفوا لو شاطو اللي كيسكن فيه هاد لو بارون اي لا بارون. كي داير هاد لو شاطو؟ عنده باب واحد اي دي فونيتر والصاله ديالو عنده اون غروند سال فيها اون تابيسري. اذا فهاد هاد لو شاطو ماشي ان شاطو ان فري شاطو دو نوم. واحد لو شاطو اللي فقير داكوغ. فالشاطو نورمالمون قصر ما كيمكنش يكون فيه باب واحد. وما يمكنش نقولوا الصاله ديالو مزدانه بان تابيسري داكوغ. لا بدا نوصفوا طون ديال الاشياء منين نبداو نوصفوا في هذا. فبالتالي هنا هذه اشاره لانهم سون دو فو كار نوبل. نعاودوا نرجعوا لهذه الفكره بالتوسع. دونك لا بارون كتوزن 350 ليفر. لا ليفر هو واحد الوزن اذا غليظه. وكيقول لنا راه هذا علاش هي محترمه حتى غليظه. داكوغ. اذا كتبان لنا السخريه هنا واضحه. داكوغ. وكدير لي زونور كتقوم بالمسائل ديال البيت مزيان وهذا ما كيعطيها واحد لا دينيتا كيعطيها واحد الكرامه وكذا. فاذا هاد الصفات ما كيعطوناش الصفات ديال الشخصيات اللي دايرين. نعاودو نرجعو لهاد الفكره كيف ما قلنا من بعد. كينيغوند البنت كاين تا ولدهم ولكن ما غيهمناش بزاف. اللي غتهمنا بزاف هي كينيغوند. كينيغوند بنتهم داكوغ. كينيغوند عندها اوصاف ديال ديال شي حاجه كتكال خصوصا اللي كانت شي وزا ولا شي بيبيه ولا شي دجاجه ولا كيقول لنا راه توتون كولور فريش غراس غراس هيس يسمينه ماشي غليظه ياك ابيتيسونت ابيتيسونت هي لذيذه. دونك فهنا الي بغيت تقول ديزيومانيزي محيده عليها الصفات ديال الانسان وتعطاتها الصفات ديال الماكولات. بونغلوس بونغلوس مكونه من جوج كلمات. بون في الاصل كتعني تو وغلوس كتعني بارلي. إذن إلا بغيتي الترجمة بالعربية تقول المتكلم عن كل شيء. هكا يهضر كيكون شي واحد كيتكلم. كون قال لنا العالم بكل شيء ولا العارف بكل شيء ولا غتكون محترم كيقول كيدوي على كل شيء. ف هو المثال اللي كنقولو حنا في الدارجة سبع صنايع والرزق ضايع. داكوغ. يعني راه يهضر هنا ويهضر هنا ويهضر هنا ويهضر هنا ولكن حتى حاجه ما كيتعمق فيها. الا لقيت شي واحد المجال اللي هضرتي معاه فيه يهضر لك فيه شويه عرف ان هذاك راه معدو العمق في حتى مجال. راه كيجمع شويه من هنا شويه من هنا شويه من هنا وكيحاول دائما يبقى يهضر شويه هنا ويقلب الموضوع باش يهضر هنا ويقلب الموضوع باش يهضر هنا ويقلب الموضوع باش يهضر هنا باش يبقى دائما يبان بانه عارف. لانه لا مشيتي توسعتي معاه في واحد المجال كتلقى بان المعرفه ديالو قليله في هذاك المجال. دوك فاذا بونغلوس كيدوي على كلشي. وبونغلوس كاين كيرمز ولا في الحقيقه ندوزو للتحليل عافاكم ونرجعو لهادي. اذا لي زيفينمون من ورا فاش قال لنا الزمان والمكان قال لنا لا ويستفالي وصف لنا القصر كي داير وصف لنا لي بيرسوناج داز وقال لنا بان هاد بونغلوس وقعت بيناتو علاقه مع واحد الخادمه كيقول لنا بان كينيغوند داكوغ كتستافد شافتو شحال من مره مع هذيك الخادمه ورا شي مخبين ورا شي شجر. اذا وحتى هي فهمات كيقولها بسخريه كيقول لك فهمات لا غيزون هنا وفهمات يعني فهمات التحليل ديال بونغلوس مع هذيك الخادمه. وحتى هي بغات تعلم بغات تعرف
داز وقالنا بانها واحد النهار واحد الطريقه داكوغ مين دو ريان طيحت المشوار جهزوا كونديد مسات ليه ايدو مسها ايدها فبالتالي قبلوا بعضياتهم داز لو بارون حصلهم وجرع على كونديد. اذا ملي غندوزو لا كوندور غنفهموا هاد جرع عليه اش غتساوي. الوغ ندوزو دابا للتحليل ديال هاد لو كونت لا كوندور. اذا اسمحوا لي نرجعوا لا كوندور. ديك شنو السذاجه؟ يمكن كتبان السذاجه هنا. اولا قلنا قبيله الظاهر ديال كونديد بحال الباطن ديالو، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه كونديد يلاه كيعرف بونغلوس وكيعتقد بان بونغلوس راه لو بلوس سافون مدام لو بلوس سافون دو لا بروفانس راه لو بلوس سافون دو لا ويستفالي كامله و لو بلوس سافون دو موند كامل داكوغ راه اعلم واحد في الكره الارضيه. اذا وهذا التعميم وهذا الانبهار بالمعرفه ديال شي واحد هذا بطبيعه الحال سذاجه داكوغ، لانه قبل ما نشهد بالمعرفه ديال شي واحد خاصني نعرف بزاف يمكن هذيك الساعه ننتقد. النظريه اللي غينتقد فولتير هي النظريه ديال واحد الفيلسوف سميتو ليبنيتس. دونك واحد التلميذ ديالو سميتو وولف. اذا حسب هذه النظريه هي نظريه كتهدف لتنويم الشعب وكتقول بانه ما كاينش الشر في الحياه، وحتى كاع الا كان شي شر هذا الشر فما كيجي الا لواحد الخير كبر منه. هذاك الشر كيجي كشيء ضروري باش يجي واحد الخير داكوغ. دونك وبالتالي هذه كتعلم الناس الجمود وكتعلمهم انهم ما يتحاربوش وبانهم ما يحاولوش يغيروا، انهم يكتافوا راه صافي الخير ولا جا الشر راه كون هاني من وراء الشر غيجي الخير، انت غير جلس ما دير والو. بالتالي ديك النظريه ديال الدين افيون شعوب راه صحيحة في بزاف ديال المجالات، تعميمها على جميع الدين الحق وغير الحق خطأ، ولكن الاستعمال ديالها على مر القرون كيستعملوها بزاف علماء سوء مع الحكام باش ينوموا الشعوب. دونك فبالتالي كونديد اللي كيصدق هاد الحويجات داكوغ راه ساذج. ثم غلقوا النظرات ديال كونديد، مثلا كونديد كيقول بانه اسعد واحد لانه كيشوف كينيغوند داكوغ. دونك النظره ديالو للاشياء هي نظره تبسيطيه جدا وتقزيميه جدا، وتا هو راه كيفكر بحالو بحال داكشي اللي قال لي هذاك، قال لي راه كلشي تو تي بوغ لو ميو دون لو ميور دي موند، راه كلشي في الاحسن في احسن العوالم، حنا عايشين احسن العوالم وهادشي اللي كنعيشو حنا راه احسن ما كاين. اذا ملي كيصدق بهادي فهو ايضا سيتان كونديد. بيا الوغ لا فوس نوبليس. اذا اول حاجه بعدا هو اخت ديال لو بارون، الاخت ديال لو بارون دارت علاقه مع ان جونتيو ولدات كونديد، ولكن ما بغاتش تزوج بهذا. علاش ما رضاتش بها؟ علاش؟ لانه يلاه استطاع يثبت في الجدود ديالو، يلاه استطاع يثبت 71 جد، جدو جد جدو جد جد جدو جد 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 جدو غادي حتى وصل 71 واحد. اذا بالنسبه لها هي هذا شجره عائليه ضعيفه جدا. داكوغ. اذا شنو النبيل بالنسبه للنبلاء؟ هو اللي عنده شجره عائليه ممتده
إلى جذور مترامية في التاريخ، والجذور كلها جذور نبيلة. في هذا العصر غيجي واحد اخر غينتقد هاد النبلاء سميتو بومارشي، وهاد بومارشي غيقول عليهم، غيقول عليهم بانهم اشنو داروا هاد النبلاء، اشنو عطاو لهاد الحياه؟ تولدوا، ما زادوا حتى حاجه للدنيا الا الولاده ديالهم، فكيعتبروا الولاده ديالهم راه حدث، كيعتبر مادام انه نبيل فالوجود ديالو في الحياه راه شي حاجه ثمينه جدا، وما كتجي للعمل ديالو كتلقى والو، ما كاين حتى حاجه. داكور دونك ثم غلقاو هذه، اعتبرت بان هذا ماشي نبي لان الجدود ديالو، ما لان الشجره ديال الاصول ديالو غير ممتده جدا، وهي خوها ومراته يعني لو بارون الى بارون اولا ساكنين في ان شاطو اللي عنده غير باب وش راجم، اللي عنده غير باب وش راجم في غالب راه ما كيستحقش كاع لفظه ان شاطو. ثانيا مأتتش مزيان يلا في ان تابيسخي في الصالون. ثالثا هاد الناس كياكلوا غير لو بور، غير لحم الخنزير، علاش؟ لانه ارخص لحم. رابعا كيقتصد لو بارون في الناس اللي خدامين عندو، كيقول لنا بان لي بالفروني ديالو هما لي بيكور، لو بالفروني هو اللي كيهتم بالخيل، ولو بيكور هو اللي كيهتم ب الكلاب اللي كاينين تما. ف باش يقتصد ما دايرش دي بالفروني اي دي بيكور، ولكن لي بالفروني هما لي بيكور. دونك فبالتالي كنلاحظوا بانه نبلاء في الاسم، ولكن في الحقيقه ماشي من 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 صفات النبلاء. النبلاء كانوا اغنياء جدا، كانوا ساده وكيملكوا الممتلكات ديالهم، وحتى اللي عايشين في واحد الحدود اللي كتعتبر ديالهم تاهما خاضعين لهم، وتاهما كيعطوهم النص ولا الثلثين ديال الثروه ديالهم ولا ديال المحصول ديالهم الزراعي ولا. فبالتالي هادو سون دو فو نوبل، وهاد لا نوبلاس قلنا هي النوبل. فبالتالي هنا راه موليير كينتقد هاد الطبقه الاجتماعيه، ستين ساتير ياك، وكيسخر منها. اذا لو بارون عزيز عليه يسمع مونسيور، والناس كيضحكوا ملي كيقول شي حاجه. اذا هذه صفات كتنقص بزاف من هاد وملي كيجي التحليل كيقول هذاك الطونغلوس كيقول لهم راه القصر اللي حنا عايشين فيه نو فيفون دون لو ميور، هذا القصر هو احسن قصر، وهذا لو بارون هو احسن بارون، وهذه العيشه اللي عايشين هنا هي احسن عيشه. وكيجي كونديد وكيبدا فعلا لو بارون هو الاسعد، ثم كينيغوند، ثم اللي كيشوف كينيغوند. فبالتالي هاد الشيء كامل سي دو لا غايري، سي دو لا موكخير، حولها من بعد. لا تيوري دو بونغلوس، اذا قلنا بونغلوس كيرمز ليبنيتز، وليبنيتز كيقول الخلاصه ديال النظريه ديالو، حنا كنعيشو في احسن عالم ممكن، وما كيوقع لنا الا احسن الاشياء. كو هاد لا تيوري سماها فولتير واحد السميه غريبه، اولا عطاها بزاف ديال ميتافيزيكو، ميتافيزيك هي دراسه ما وراء الطبيعه، وفلاسفه هاد العصر كانوا كيعتبروا الميتافيزيك خرافه وشعوذه. تيولوجو لا تيولوجي هي دراسه الديانات، لو كوسموس هو الكون، إذا لا كوسمولوجي بحال قلتي دراسة الكون. ولكن باش ختمها بكلمة نيغولوجي. نيغولوجي غناخدو منها نيغو، شكون هو لو نيغو؟ لو نيغو هو الغبي، هو لو كونديد، هو الساذج. إذا هاد الأوصاف كاملين كيتختمو بنيغو، يعني راه في كل حاجة من هادو راه اللي كيطبعهم هما لا نيغولوجي. داكوغ؟ دونك إذا
این متافیزیک نیگود و این تئولوژی نیگود و این کوسمولوژی نیگود. دن هنا واضح ياك الانتقاد ديال هاد النظريه هنا واضح كو وغنعاودو نرجعو ليه في انتقاد في نقط اخرى كو وقلنا قبيله بون غلوس كيتكلم في كل شيء يتكلم في الميتافيزيك يتكلم في الثيولوجي يتكلم في الكوسمولوجي المجال اللي جيتي بغيتي تهضر معاه فيه هو راه كيتكلم ولكن الا تعمقتي في داكشي اللي كيقول سينيغو يا اذا لا باناليزاسيون دو لا ريزون دتر اذا علاش موجوده الاشياء اذا ردوا البال نيف علاش موجود موجود باش نتنفسوا منه موجود باش كيدخل الهواء ساخن اذا بالتالي كنتي كتعرف تنفس ملي كتكون تقرا مثلا قران ولا تغني ولا شي حاجه كتعرف تنفس كتدخل النفس من النيف ماشي من الفم حتى دخلتي من الفم كيدخل بارد وكيجرح الحنجره والحبال الصوتيه ولا دخل من النيف كيدخل صحيح وهي عموما في الحياه الا كنتي كتدخل النفس من النيف وكتخرجه من الفم كيكون هذاك ادعى انك تبقى الحنجره ديالك صحيحه اولا كيدخل الهواء دافئ ثانيا دوك الجيوب اللي كاينه في النيف كتحبس الاوساخ وهذيك الاوساخ راه كتخرج بطبيعه الحال مع واحد الماء اللي كيخرج من النيف كتعرفوه كاملين شنو دونك فبالتالي هاد النيف عنده هاد الادوار ثم حاول تصور معايا شي وجه بلا نيف واش غيكون زوين واخا اذا ما يمكنش اذا الانف بالاضافه لا فونكسيون ديالو اللي ضروريه للحياه فونكسيون بيولوجيك حيويه فعنده ايضا ان فونكسيون استيتيك جميل ولكن بالنسبه للبونغلوس علاش دار النيف قال لك النيف مديور باش تحطو فوق النضادر داكشي علاش حنا كنشرو النضادر والرجل دارت باش تلبسها صباط داكشي علاش حنا كنلبسو الصبابط دونك فاذا رديتو البال تحليل غبي راه واحد الفكره هنا ما بانتش في الترتيب تنعاود نرجعو ليها كان خصها هي الاولى تقال ولكن نعاود نرجعو ليها اذا لا غايري لي غوني نرجعو للفكره عاد نرجعو اذا لا باناليزاسيون دو لا ريلاسيون كوز افي كوغ العلاقه ما بين السبب والنتيجه اذا ردوا البال علاش كنديروا نضاضر لحقيتش النيف الدار باش تحطوا فوق النضاضر علاش كنلبسوا الصباط لحقيتش الرجل دارت باش تلبس فيها الصباط علاش دار الله سبحانه وتعالى الحجاره وعلاش كتنحت هاد الحجاره باش لو بارون يصاوب القصر ديالو كوغ اذا غنجيو انا وياكم لواحد المصطلح ما عرفتش واش كتبتو لكم ولا لا هو راه مصطلح مذكر كنقولو ان لونفيغوري شنو لونفيغوري لونفيغوري هو واحد الخطاب ياك واحد الخطاب اللي هو مملوء بالسخافات ومملوء بالمغالطات ولكن كي ياخذ الشكل ديال الخطاب اللي فيه الحجاج وفيه داكوغ اذا في الشكل ديالو في الغالب كيقدر يكون شكل هو في الحقيقه الشكل ديالو حتى هو الى ان انتيليجيبل اون فيغوري ما كتفهمش اش بغى يقول هذاك الشخص ولكن كيتقال ايضا على واحد التحليل حجاجي كياخذ الشكل ديال التحليل الحجاجي ولكن ملي كتجي للعمق ديالو كتلقاه مملوء بالسخافات مملوء بشي حوايج اللي عاد تمعنا داكوغ دونك فبالتالي هنا هذا الخطاب كي شفنا لي كوز ولي زيفي وكذا بالاضافه ياك ففي الحقيقه كتبت لكم لون فيغوري هنا نعاود نرجع ليها ملي نوصل لهنا اذا كي قلنا العلاقه ما بين السبب والنتيجه علاقه غبيه جدا ملي تخلق باش يتحط فوقه نضاضر واخا فملي كنجو
لا ريزون داتر، علاش تخلقات الاشياء وعلاش توجدات الاشياء كي كيقولوا هما. دونك فغلقوا بانه الاشياء توجدات حنت، ومن اللي كنجو السبب علاش توجدات كنلقى بان سبب غبي. دار لنا الله سبحانه وتعالى نيف بهذا الشكل باش تحطه فوق النظاظر، ودار لنا الرجل بهذا الشكل باش نمشوا باش نلبسوا فيهم الصوابط صنات. دونك اذا غندوزو دابا لا غايري لي غوني، دكوغ؟ لا غايري لي غوني هي السخريه. اول حاجه il pastiche le pastiche du raisonnement de Pangloss. حتى لو ناراتور كيبدا ياخذ لينا داك التحليل ديال بونغلوس، الطريقه ديال التحليل ديال بونغلوس، ان راه كونديد راه بخير وكل شيء لانه كيشوف كينيكوند. داكوغ؟ دونك ف غلقاو لونتي سونس، كيقول لنا مثلا فاش كينيكوند حطت يدها على كونديد وكونديد عاود حط يدو، كيعاود لينا ديك كلمه انوسامون، انوسامون ببراءه. ولكن راه قال لنا قبل بانه كينيكوند راها شافت لو موفيز اكزومبل، وهذا ايضا راه انتقاد ديال بونغلوس، الهضره ديالو راها شيء ولكن المثال اللي كيعطي مثال خايب. دونك فبالتالي هي ملي شافت بونغلوس في علاقه مع واحد الخادمه شافتهم اثناء الممارسه، فاعتذر. ملي كنكون نشرح رانا من النوع اللي كيحترم التلامذ ديالو بزاف، ولكن من النوع اللي ملي كيكون كيشرح كيسمي الامور بمسمياتها، وراه هذا ما فيه عيب. داكور؟ دونك فالعيب في الافعال ماشي في الاقوال. كتلقى بعض الناس في الاقوال بين ذكرى الحشمه اللي من وراها حشمه، ولكن ملي يجي الافعال تلقى المصائب، وهذا هو النفاق. دونك فبالتالي كيف ما قلت لكم شافهم اثناء ممارسة الجنسية، شافتهم كينيكوند، وبالتالي طيحات المشوار اينوسامون وحطات يدها اينوسامون على يد ديالها، واينوسامون حتى هو حط يدو عليها. دونك فبالتالي هاد التكرار ديال هاد الكلمات هما كيعينوا العكس ديال ما بغاو يقولوا لنا. داكوغ؟ دونك اذا كنعرفوا بانه المقصود ماشي اينوسامون، المقصود هو لو كونترير لينوسامون. هذا كنسموه في لي فيغور دو ستيل كنسموه دي زونتي فراز، ولونتي فراز من الاساليب الاساسيه في ليغوني. ايضا كيقول لنا راه كونديد سعيد لانه كيشوف كينيكوند، ولانه كيسمع بونغلوس، وبونغلوس قال لنا بانه كيفسر ادميرابلومون بطريقه مثيره للاعجاب، كيفسر لنا الامور. ملي كنجيو الطريقه المثيره للاعجاب راه هي اللي شفنا اش دار النيف وعلاش وعلاش. دونك ندوزو دابا لو ديسكور انفيغوريك، كنا كنفسرو فيها انفيغوريك، كنا كنفسرو فيها في الحقيقه. فقلنا بانه لونفيغوري واحد النوع ديال التحليل، في الشكل ديالو يقدر يبان بانه راه تحليل مزيان، ولكن هو راه مملوء بلي كومبليكاسيون بالتعقيدات الخاويه، ومملوء بالافكار التافهه والسخيفه، و الي بلان دو بوفونري، بلان دو بيتروري. داكور؟ دونك فبالتالي ملي كنجيو كنلقى نو زافون ان افي بور بورتي اوسي بورتون نو. داكور؟ فاذا ملي كتجي كتلقى بانه راه داير لنا واحد الفقره منظمه جدا من حيث شكلها، من حيث في العربية كتبعها اسم، كتبع الكلمة اللي كتبعها كتكون مرفوعة ماشي مكسورة، ما كنقولوش من حيث اسمها ولكن كنقولو من حيث اسمها. دونك فبالتالي هاد الخطاب اللي هو منظم جدا، ملي كنجيو نبحثو كنلقاو بأنه مملوء بالسخافات بحال هاد النوع اللي شفنا هنا، ومملوء بالمغالطات، ومملوء داكور. في الحقيقة نزيد واحد الفكرة بها نختمو. فعندنا
باسلوب تمجيدي. دكوغ دوك فاش غنلقاو غنلقاو بانه فيه لي سوبرلاتيف وفيه les adverbes de manière qui sont peut-être comme un tsmi en majuscule laudatif كلمه اللي كتعني ميليوراتيف واللي كتعني فافورابل نلقاو ادميرابلمون نلقاو انوسامون للدفاع ثم نلقاو لو بلو بو دي شاتو لو بلو puissant des barons, le plus. D'accord. Enfin, idem. Hadouma les superlatifs, le plus, le moins. Ou lesquels n'ont pas les superlatifs. Hina, du tige idéal, il mèdh, le plus. D'accord. Donc, idem. Le discours laudatif qui est chabbi fil ghalib, qui est chabbi oura. L'hypocrisie. D'accord. Le nefaq qui est chabbi. Donc, il a chdina le baron, qui jessed tabaqat l'asiyad, tabaqa l'hakima. Ou chdina candide, qui jessed chab. وخدينا بونغلوس كيجسد الطبقه ديال العلماء وديال الدين وديال داكور شفنا كوسمو تيولوجو داكور ميتافيزيكو الا خديتي ميتافيزيكو راهما العلماء ديال الفلسفه الا خديتي تيولوجو راهما علماء ديال الدين الا خديتي كوسمولوجو كوسمولوجو راهما العلماء ديال علوم ديال الفيزياء وديال داكور فبالتالي راه جمع لينا كل شيء هنا في هذا الوصف وزادها كي قلنا نيكولوجي اذا هذه الطبقه ديال العلماء هي وسيطه ما بين الطبقه ديال الشعب وما بين الطبقه ديال الاسياد وبالتالي كتخضع الطبقه ديال الشعب للطبقه ديال الاسياد وبهذا نكون قد انهينا هذا الحصة ديال اليوم وابقى لي إلا نتمنى لكم حظ سعيد والنجاح في آخر سنة داكوغ و لا 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 حنا كنخاطبو دابا بالأساس راه كاين حتى ولاد الثانية بكالوريا غيهتمو بهاد الدروس ولكن كيهموني بزاف أنا الناس ديال البكالوريا حرة الله يجيب لكم التيسير والله يوفق قول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من سائر المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله.